صباح الخير دكتور عماد مراد. صباح النور. اليوم رح نحكي عن مش بس تاريخ حديث، تاريخ عم بيصير هلا معاصر، لدرجة انه الناس اللي بتتابع اخباره واللي بتتابع الاعلام العالمي حتى ما عم بيقدر يفهم بالضبط شو عم بيصير ببريطانيا. بال 2016 صوت الشعب البريطاني على انه يخرج من الاتحاد الاوروبي. هلا بنحكي على كل حال ما كان 100% بالاتحاد، يعني هو بالاتحاد ولكن تركوا عملتهم، منهم بالاسباس شنغن، بعدهم يعني عندهم مثل سبيشال بوزيشن بقلب هالاتحاد. بعد التصويت اللي صار واللي طلب فيه 52% من الشعب البريطاني انه يخرج من الاتحاد الاوروبي، اليوم عم بيصير يعني صياغه المخرج وكيف بدها تكون، كيف بده يكون، وشو يعني كيف رح يأثر على حياتنا. فخلينا نفهم شوي أكثر مع الدكتور عماد مراد شو البريكزيت، التداعيات على بريطانيا أولا، وكمان شو أثاره على العالم كله. في شركات عم بيقولوا أنه عم تخرج من بريطانيا لأنه ما عاد عاصمة أوروبا أو العاصمة الاقتصادية على الأقل، الناس اللي بتشتغل هونيك، اللبنانيين اللي بيشتغلوا هونيك، العلاقة مع الاتحاد، كل الأمور رح نحاول نلخصها ونحكي فيها سريعا بحلقة اليوم. كيفك؟ نشكر أهلا. عم بتتابع الأخبار وعم بتشوف شو عم بيصير برئيسة الوزراء جداً جداً تريزا ماي، وكل دقيقة بدقيقة وكل ساعة بساعة، والعالم كله عم بيراقب، مش بس الإنجليز ولا بس البريطانية ولا بس الأوروبية، حتى الأمريكان والروس والصينية والهنود عم بيتابعوا شو عم بيصير ببريطانيا، لأن تحول كتير كبير بالاقتصاد العالمي لازم نعرف شو عم بصير كناس يعني عاديين. خلينا نبلش من أول. صار في اتحاد أوروبي اللي هو كان حلم على مدى سنوات وسنوات. بريطانيا دخلت وانضمت للاتحاد ولكن بصيغة شوية غير عن هوليك البلدين. خلينا نحكي عن بريطانيا، كيف قدرت تاخد هيك ديل إنه هي منا 100%، هي عندها هيك هالسيتويشن الخاصة. يعني رح نبلش ببريطانيا، دولة عظمى كانت بفترة من الفترات مش كتير قديمة، يعني بالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تقريبا بتسيطر على ربع الكرة الأرضية، ربع الأراضي وربع السكان، امتدادها من الشرق للغرب، يعني هي اللي كانوا يقولوا ما بتغيب عنا الشمس. نعم. يعني الإنجليز كانوا مسيطرين نوعا ما على الاقتصاد العالمي وعلى السياسة العالمية، فيك تقول بما يشبه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية آخر 20 سنة. وحتى أكثر من هيك، كان الأشخاص والدول اللي بيعتبروا حالهم خاضعين للتاج البريطاني كانوا يشوفوا حالهم على الدول خاضعين للإنجليز والإسبان والبرتغالية والروس والأمريكان. ليه؟ لأنه هالشعب هو الشعب البريطاني بيعطي قيمة مضافة للشعب اللي بيحتله، يعني كان في ناس بترغب أنه تكون خاضعة للاحتلال. هلأ الهنود، الهنود إذا بيسمعوك بركي ما بيوافقوا. لا، بأول فترة، بأول فترة الهنود مش مثل آخر فترة مع غاندي. نعم. يعني بكتشوف القرن التاسع عشر كيف كانوا الهنود وشو عطوا البريطانية للهنود. البريطانية كانوا يعطوا قيمة مضافة للمنطقة اللي يحتلوها، يعني يغزوها، يعلموها، يطوروها، يفهموها، يعني كتير كانوا إيجابيين مع الشعب اللي بيحتلوه، يختلفون عن الاستعمار الآخر. أكيد بضل اسمه استعمار، يعني ما عم بحكي شيء إيجابي، بضل اسمه احتلال واسمه استعمار. هلأ الإنجليز هالشوافين الحال يلي كان عندهم إياها كمان منا إجت بنت ساعتها اليوم، مئات السنين وآلاف السنين لورا منرجع فيها. مثلا الإنجليز إني أول برلمان عملوه، أول ثورة للتحرر من الملكية هن ببريطانيا بلندن قبل الثورة الفرنسية. يعني الفرنسوية يعني الإنجليز بينظرون أنهم مش إزكيا، تعمل نقول غير كلمة، الإنجليز بيتمسخروا بينكتوا على الفرنسيوية، في هيك في حزيات قديمة بين هالشعوب، بيتمسخروا على الثورة الفرنسية، بيقولوا أنتوا أخذتوها منا. الكتاب، الثورة الصناعية، الثورة الفكرية، النهضة كلها طلعت من بريطانيا. الثورة الصناعية طبعا بريطانيا أكيد بالقرن التاسع عشر بريطانيا كانت عم بتغذيها. إذا بنقرأ أسماء المفكرين والقاضي بالقرن السابع عشر الثامن عشر، الفن، الرسم ببريطانيا أكيد بالإضافة لروما وباري. نعم. يعني هلأ الإنجليز عندهم هالشوافين الحال، ما قدر حدا نحتلهم، هن أسقطوا نابليون بونابارت العظيم، هن سقطوه، هن خسروه، هن عملوا تحالف دولي، تحالف أوروبي ضده بمساعدة الروس،
طبعا بدنا نعطيهم كمان ايه لان نابليون بونابرت بلش يرجع لورا لانه ما قدر يحتل. هيدي كانت تقاسي عليه بس اكيد القياده كانت باوروبا للانجليز. نعم. ضد فرنسا. هلا في اكثر من هيك، هالراس المرفوع عند الانجليز خليهم بعد الحرب العالميه الثانيه، ما هني باوروبا صار حربين عالميتين. صح. كانت الارض مهيئه للحروب، صار في عنا حرب عالميه اولى، حرب عالميه ثانيه، ضعفت اوروبا. مين طلع؟ طلع ثنائيه دوليه هي امريكا وروسيا. روسيا عم تحكي اوكي. صار في الحرب البارده هون، فرنسا وبريطانيا ضعفوا، او دولتين عظميين ضعفوا. كيف بدو يغطوا ضعفهم؟ باتحاد اوروبي. بلش اول شيء باتفاقيه سنه 1951 اتفاقيه الفحم والفولاذ. نعم. اتطور للسوق الاوروبيه المشتركه سنه 57 يلي هي انطلاقه الاتحاد الاوروبي، وبلشت هالبولدوناج هالكره الثلج تكبر وينضموا الى دول اوروبيه. هلا سنه 72 بلش الاتحاد الاوروبي يبين مزبوط بدعم امريكي. هون لازم نعرف امريكا دعمت الاتحاد الاوروبي لمواجهه روسيا باوروبا، يعني كان في اكيد هدف سياسي منه. اكيد الهدف السياسي موجود، بس كلفه عاليه. يعني لا تفكر بلد يدعم اتحاد، يعني عم بيقوي مجموعه دول على المدى الطويل بركي ما بتناسبه، يعني على المدى القصير عم بيحارب الروس، على المدى الطويل شو رح نوصل له؟ رح نوصل له. هلا هني فكروا يحاربوا الروس وقتها، لانه الروس اقرب شيء لاوروبا الغربيه اللي هني اوروبا الشرقيه والدول المحيطه فيها، قووا الاتحاد الاوروبي. وحتى دعموا الانجليز يفوتوا على الاتحاد الاوروبي انه في عنا عدو اسمه الاتحاد السوفيتي. نعم. وقتها اسمه الاتحاد السوفيتي. بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي صار في عنا دوله او احاديه دوليه، دوله حكم العالم. هون ساعتها الاوروبيه تيواجهوا الامريكان، مثل ما حضرتك قلت يعني سبقت علي، تيواجهوا الاوروبيه الامريكان اقتصاديا وليس عسكريا. نعم. وسياسيا. أول اتحاد السوفيتي سنة 1992 باتفاقية تضامن بين الدول، اتفاقية ماستريخت. هون وقف الوقفة البريطانية، منفوت مع الاتحاد الأوروبي أو منضل قراب من الأمريكان؟ لأن الإنجليز كتير كتير قراب من الأمريكان، كتير مش شوي. يعني فيك تقول دولة وحدة أو تفكير واحد، مخابرات وحدة. هن اللي خططوا للدخول على الخليج أكتر من مرة، هن اللي بيحكموا، كانوا حاطين هالعالم اثنينتهم الامريكان والانجليز اكيد بدعم من اليهود. اليهود هو بيشتغل بيلعب دوره يعني باوروبا وبامريكا، اللوبي اليهودي. اللوبي اليهودي حاطين الخريطه كانوا بالتسعينات وبيتصرفوا بهالكره الارضيه. هون الاتحاد الاوروبي وقت بلش يقوى تيفوت بوج امريكا اقتصاديا بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي، هون ضاعوا البريطانيه. منفوت ما منفوت من اول الاتحاد الاوروبي تنضعف امريكا، اخر شيء قال ما فينا نرجع لورا، فاتوا. صار الاتحاد الاوروبي يتطور وهن فايتين معهم، ما بدهم يفوتوا اكثر، بس صار ما فينا يرجعوا لورا. توصلوا لليورو سنه 99. نعم. 1999 قالوا لهم بتفوتوا باليورو، قال لا ما بده يقوي اليورو. شفت لو فاتوا بالاتحاد الاوروبي كان اليورو اقوى بكثير بوجه امريكا، بوجه الدولار. هني ما بدهم يضعفوا الدولار، هن عندهم استقلاليه ذاتيه، عندهم شموخ، لانهم اول شيء جزيره، هي شغله. ثاني شيء ما بده يقووا المانيا وفرنسا، لان الاتحاد الاوروبي الموتور الرئيسي اليوم على كل حال مزبوط، تحالف الماني. صح. فرنسي. هالتحالف الالماني الفرنسي يلي كمان في مجلس نواب اوروبي، في مجلس اداره لاوروبا، حكومه اوروبيه. نعم. هن بتسيطر على الانجليز، بيجوا الانجليز او البريطانيه بيقول لك انا بحياته ما قدر حدا حكمني، بحياته ما قدر حدا سيطر عليهم. بس لهم دور بهالاتحاد، يعني الاتحاد مش جاي يفرض عليهم، بس ما له دور رئيسي. والاتحاد الاوروبي عنده شروط قاسيه جدا على على الدول الاعضاء فيه. تنعجل شوي بالتاريخ دكتور مراد، بقيوا يلي سميناهم ايو سكبتكس، يلي هالبريطانيين وفي بعض الاوروبيين على كل حال منهم مؤمنين بهذا الاتحاد. مزل. بقي على سنوات لحد ما صار في مثل كانه موجه من ال فار رايت، بعتقد غيروا واثروا وقدروا يفرضوا على رئيس الوزراء بتصور كاميرون بوقتها انه يحط هالريفرندوم. والريفرندوم مش نسبه واطيه من الناس صوتت، مزبوط النسبه اللي رفضت
تكمل مع الاتحاد الاوروبي بس 52%، نحن مش معودين على هيك ارقام، حتى 50.5% كان كافي، ولكن 52 بس من اصل نسبه عاليه من الناس يلي صوتت، فاذا قرروا يخرجوا من الاتحاد، وكانه بتحس اليوم انه لو بصوتوا حاليا القرار يعني بيكون مختلف. قصدك تقول انه ندمانين؟ ندمانين ندمانين لانه ما عرفوا، مزبوط، لانه ما فهموا، ما عرفوا، لا ندمانين لان ما عرفوا ديروا الخروج هالمعمعة اللي عم بتصير، هن ما عم يعرفوا يطلعوا من الاتحاد الاوروبي، هاي المشكله هلا. ولكن اذا بتسمع اليمين اللي بيقول لك لازم نطلع من الاتحاد الاوروبي، مقنع جدا، بيقول لك انا كيف فاتح التونيل الاوروبي يعني بين فرنسا وبريطانيا بحر المانش، تحت بحر المانش، كيف فاتحوا انا مما كان يجي يفوت عليه المهاجرين باوروبا الشرقيه متليين اوروبا عم بيحملوا حالهم بفوتوا على بريطانيا عددهم 3 مليون. بس في طريقه لتسيطر السوري على مين عم بيدخل يعني بيقول لك الحل كتير، لا لا بيقول لك انا صار في 3 مليون المهاجرين السوريين والمسلمين تغلغلوا بأوروبا كلها، سعد البدو صار في فوت لعندي إذا أخذ إقامة فرنسوية وألمانية، العمال الأجانب الموجودين بأوروبا صاروا يجوا يد عاملة، بس في حاجة كمان بأوروبا ليد عاملة، بس ما بدو يهم بريطانيا ما بدو يهم صيد السمك. صيد السمك هو من الدعائم الاقتصاد البريطاني، الاتحاد الأوروبي حاوطه، الزراعة، المزارعين هن إنجليز بعدهم ببريطانيا، صاروا العمال هن أكتر أجانب، الباكستانية عم يتغلغلوا عم يجوا على أوروبا ويفوتوا من بحر المانش. إذا بدنا نحكي كمان طول عمرهم موجودين، بس قدها النسبة، هاي قدها النسبة، هاي اللي خوف اليمين الأوروبي، بيقول لك وأسباب أخرى أكتر بكتير، بيقول لك أنا صار الاتحاد الأوروبي 28 دولة، بيناتهم عندك دول من أوروبا الشرقية يلي هني فقراء، مثل ما صار باليونان مثلا، هني بلغاريا ورومانيا فقراء، ليش أنا بدي أدفع كذا مليار دولار بالسنة، مليار جنيه استرليني 1.6 دولار بدي أدفع بالسنة تمن دخولي بالاتحاد الأوروبي، لأني أنا نشيط والأوروبي الشرقي هني بسموه كسول. ليه بدي أدفع تمن؟ يعني بتصير مثل الرأسمالية والشيوعية، رأسمالية نشيط، بس في هدف بالنتيجة من يعني طيب. يعني تكمل لك بس شغلي أيه. بس لك شغلي أنعون هالتيار أنا أنه نحن عم ندفع تمن دخولنا بالاتحاد الأوروبي، لا بل أكتر من هيك، قال لهم نحن ما قدر حدا حكمنا يوما ما، الاتحاد الأوروبي اليوم حكمنا، أنعون أنه نحن ملزمين كبريطانية نمشي شو بيقول الاتحاد الأوروبي بكذا أمر. قاموا عملوا حملة كتير قوية اليمين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقف هيك البريطاني بفترة قصيرة جدا، هي الحق على ديفيد كاميرون، تسرع وقتها قال أنا إذا ربحت بالانتخابات، هو كرمال هدف انتخابي، بدي أعمل استفتاء، ما بدي يتراجع عن موقفه مثل ما بيعمل ترامب هلأ. ترامب وعدهم بإشياء خارقة عم بينفذها بس لأنه وعدهم فيها تيرجع يطلع مرة تانية. ديفيد كاميرون تيربح بالانتخابات قال له بعمل استفتاء، ومشيت الحملة ضد الاتحاد الأوروبي، هالحملة اللي كانت مألفة في أكثر من 10 نقاط مقنعة جدا بالنسبة للبريطانية، 52 أو 51.9% هن اللي صوتوا مع الخروج من الاتحاد أو الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وأكثر من هيك، نسبة اللي نزلوا على الانتخابات مش شايفتها بريطانيا بالقرن 20 وال21، مش طايرة قبل، نسبة كتير عالية نزلوا ينتخبوا، يعني أنه نسبة بدهم يطلعوا. هلأ مثل ما أنت قلت اليوم شو صاير؟ ضايعين؟ كنت عم تحكي أنه استرليني 1.6، هلأ ما بعرف لأنه يوم هيك يوم هيك حسب شو بتقول رئيسة الوزراء تريزا ماي. طيب لما قرروا يطلقوا مع الاتحاد الأوروبي في سلسلة إجراءات إدارية بدها تصير، وهذا اللي عم بياخذ وقت، يعني كان المفروض يخلصوا ب 29 شهر مارش أول امبارح، مزبوط، اليوم امتد هالشي ل 12 نيسان. طيب شو بده يصير؟ وليه هالقد الباوند ستيرلينج عم بيتأثر؟ وليه رئيسة الوزراء عم بتقول إنه لازم ينعمل ديل؟ لأنه الخروج الطلاق من الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق على هالإجراءات وخطر ومصيبة على الاقتصاد وعلى بريطانيا وعلى السياسة، يعني هي يمكن تستقيل ويصير في انتخابات مبكرة. بس الأخطر شيء قبل ما أرجع أقول لك شو بده يصير بهالمرحلة، الأخطر شيء بكل عملية البريكسيت هو تقسيم بريطانيا،
هيدي اللي ما كتير عم بيشددوا عليها بالإعلام، وهيدي اللي خايفين منها البريطانية. تعرف شو يعني تقسيم بريطانيا؟ بريطانيا العظمى مؤلفة أو من أربع مناطق يلي ويلز. هي ويلز، إنجلترا، سكوتلندا، وإيرلندا الشمالية. وإيرلندا الشمالية سكوتلندا من الأساس ما بدها، سكوتلندا من الأساس حاولت ما بدها مع بريطانيا، حاولت تفرض أنه نحن ما بدنا نظهر مثل برافو عليك. يعني سكوتلندا ما بدها بريطانيا وبدها الاتحاد الأوروبي. نعم. يعني هلأ أول استفتاء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أول استفتاء بسكوتلندا رح يكر الخروج من بريطانيا. وإذا عملت هيك سكوتلندا، إيرلندا الشمالية بتقلك سكوتلندا ظهرت خليني هوني أنا هوني عم تفتح جروحات قديمة. يعني أيرلند أكيد دفعت ثمن غالي جدا، آلاف القتلى وتقسمت من وراء إيرلندا الشمالية. بتقلك أنا ما زال ماشي حالي هلأ مع إيرلندا الجنوبية، يعني هي مستقلة عندها فريق فوتبول مستقل. بقلك أنا إيرلندا الشمالية برجع بتحد مع إيرلندا الجنوبية وبرجع بوحد حالنا، ولو كنا أرثوذكس كاثوليك وبروتستان خلصنا بالمبدأ. هالمشاكل بالمبدأ بيبقى عنا الويلز، صار في عدو جديد مشترك مظبوط يلي هو الإنجليز. نعم. والإنجليز هن اللي صوتوا للخروج، يعني إنجلترا. نعم. هن سكوتلندا مع البقاء بالاتحاد وإيرلندا الشمالية مع البقاء بالاتحاد. هل تكون من أربع مناطق قد يتزعزع بعد الخروج من الاتحاد؟ هلأ بتقلي في شغلة، اللي صوتوا مع البقاء بالاتحاد بعد عندهم أمل يرجعوا؟ نعم. هلأ بعد عندهم أمل يرجعوا على الاتحاد الأوروبي، كيف؟ عم بيماطلوا وعم بيفركشوا تريزا ماي، بلكي بيعملوا استفتاء مثل ما عم يدعي الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي عم بيقول لهم اعملوا استفتاء جديد وبترجعوا لنا، بس على الارجح الامور الى أسوأ في الايام والاشهر المقبله. هالموضوع بده وقت اكثر، بركي بنتطرق له بحلقات اضافيه لنشوف شو التداعيات على المدى الطويل كمان، يعني من بعد ما يصير هذا الطلاق. شكرا لزيارتك ولهالحديث اليوم حول بريكزيت. رح ناخذ بريك ومنكمل لايف.